سلام خوتي خواتاتي، كديرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال. هذا فيديو جديد ليا، جيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال الشعر اللي 100% ناجحه واللي جربتها ما غتندمش عليها، وفيها مكونات بساط وكيكونوا في اي دار. وبالنسبه للشعر اللي كتعاني من تساقط الشعر واللي كطيح لها الشعر بزاف واللي ما كيبغيش يخلف ليها وطوال ليها، هاد الوصفه فعاله 100%. وبالنسبه للمكونات راه ما فيهاش شي مكونات اللي غضر لكم في الشعر ديالكم ولا شي حاجه. هادشي زعما انا تنستعملها وليت كنستعملها ديما، ممكن نبغي ندوش قبل ما ندوش كنرشها بزاف في شعري ولا من بعد الدوش. هي ما كتاثرش على الشعر من بعد الدوش ولا شي حاجه، حتى هي كترشتيها الصباح عشيه وقت اللي بغيتي، بحال غتمشي شي برودوي من فارماسيان ندير 300 درهم ولا 200 درهم، يعني بزاف الواحد عليه ياخد بحال هكاك، واحد كيمشي على قد الحال ديالو. بالنسبه لهاد الوصفه زعما 100% ناجحه، ونتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتكون النتيجه زوينه عليها ان شاء الله. انا هانتوما معايا نوريكم المكونات ديالها. وبالنسبه للمكونات راه ماشي شي حاجات بزاف، هانتوما معايا حتى تشوفوهم وتشوفوا حتى الطريقه كيفاش كنصاوبها وكيفاش غنبريباريها حتى في الشعر ديالي، حيت انا بغيت نبريباريها قدامكم وتشوفوا على عينيكم. بالنسبه للمكونات كما قلت لكم كنحتاجو قرنفل كما كتلاحظوا، وكنحتاجو سانوج حبه البركه، يعني هاد المكونات كيكونوا اكثريه في كل دار يعني ما كيخطاوناش. وقرنفل هو مختص بالشعر، يعني شي يعني جميع الوصفات ديالي انا كنحتاج فيهم القرنفل، وكنطحنو بوحدو وكنديرو مع شامبوان ديالي قبل ما ندوش، زعما شي حاجه طوب، يعني نطحنوه وديروه مع شامبوان ولي توصلوا به وجربوه وردوا عليا حتى هادي. وفي اكثر الوصفات كنحتاجهم بجوج في اكثر الوصفات، وزعما زعما الواحد يعني ما غيديرهم ما غيندمش عليهم. وانا نوريكم غليت الماء دابا درتو يتغلى باش غنضيف ليه هاد السانوج وحبات البركه، غير انا السانوج والقرنفل عذرا باش يغلي مزيان، ان فوا يغلاو ليا نطفي عليهم بوطه. وهانتوما معايا تشوفوا الخطوات كاملين كيف ما كتلاحظوا، درت الكاسرونه ديالي فيها الماء كيغلى، من بدا كيغلى ليا دابا كنضيف ليه القرنفل وكنضيف ليه السانوج على هاد الشكل هذا، وكنخليهم حتى يتغلاو مزيان، يعني حتى كيتغلاو مزيان عاد كنطفي عليهم البوطه. شتو دابا حتى تطلع فيه كيغلى ويعاود يغلى عاد كنطفي عليه البوطه ونخليه يبرد. كما كتلاحظوا كيبدا يغلى على هذا الشكل هذا حتى كيغلى ليا مزيان باش يطلق هذاك المكون، حتى ما غنحتاجش هذاك القرنفل والسانوج يكونوا طريين بحال هكاك، انا غنحتاج غير الماء ديالو فقط، يعني حتى كيغلى مزيان وكيخرج هذاك الشيء ديالو. تصوروا الريحه ديال القرنفل، انا بعدا كتحمقني هذاك الريحه ديال القرنفل غزاله بزاف، يعني الواحد ما غير يعني عادي الواحد يرشها في الصباح وفي العشيه عادي جدا. صافي دابا من غلى ليا مزيان غنطفي عليه البوطه ونخليه حتى يبرد حتى يبرد، وعاد غادي نصفيه ونديروه في البخاخ. هانتوما معايا حتى نكمل الخطوات كاملين ان شاء الله، حتى يبرد ليا عاد غادي نصفيه ونضيفه في البخاخ. ما كتلاحظوا من بعد ما برد لي شويه خديت انا صفايه ومحقل دوزت كيف ما كتقولوا رشاشه بحال هذه ديال البخاخ. انا هاد الرشاشه هادي انا قصتي معها، هادي اللي كنت خديت انا من الفارماسيان كناخذها ب 200 درهم حتى هي كتمنع تساقط الشعر وسميتو كتمنع من تساقط الشعر وكطوله. هادي كناخذها ب 200 درهم كدوز لي مع شي 15 يوم وخاصني ما نقطعهاش. وفي بلاصه هادي انا درت هاد الوصفه هادي زعما طوب تقريبا ما بينه وبين هادي حتى شي فرق، ما كاينش فرق بيناتهم، هي هادي بالثمن من الفارماسيان وهادي ديال العشوب ديالنا حنا البلديين، شي حاجه اللي هي طوب زعما كاين الواحد غيخسر واحد 200 درهم ولا 300 درهم كيف ما قلت لكم قبل على قبل شعره. بالنسبه للوصفه هادي غتهنى من زعما من فلوس بزاف وتدبير، وغتاخد حتى النتيجه زعما النتيجه ديالها مضمونه بزاف. غنحلوها وغنشدو الدواز ديالنا على هذا الشكل
وغنديروا الصفايه بحال هكا، وغنبداو نخويو. غنبداو نخويو الخليط ديالنا، حيت حنايا غنحتاجو غير الماء ديالو، غير بشويه بشويه غنحتاجو غير الماء ديالو وصافي. تنخويو كامل، نملئو القاع ديالنا، ولو ما كفاتناش نزيدو واحد اخرى. كما لاحظت كما كتشوفوا كتعرف وقتو على جوج بحال هكا، وهذه هي الخلطه اللي بغيتكم ديال الساندويتش والقنفل. دابا غنشدها غنرشها بحال هكا في الشعر ديالي. هي ساهله، كتشدي الشعر ديالك كتفرقيه بحال هكا، وكتبقاي ترشي كترشي الجذور ديالك، كترشي هكا بلايص لي بحال هكا، كترشي في الشعر ديالك، كتخليها الا كنتي غادي دوشي كتخليه واحد نص ساعه ولا ساعه بحال هكا في الشعر ديالك، عاد كدوشي. ولا كتفيقي الصباح بكري كتنوضي وبغيتي تقاي داكشي كترشي هي الاولى في الشعر ديالك، عاد كدخلي كدوشي. ولا بغيتي ما تدوشيش كاع، هي ما ريحه القنفل ما يعني ما غياثرش لك على الفروه الراس ديالك ولا غضربك ولا شي حاجه. يعني القنفل عادي مزيان، واللي عنده حساسية من ولا شي حاجة من الأحسن ليه يدوش يديرها في الصباح قبل ما يشقى، وهادي يرشها في شعره مزيان ويدخل يدوش من بعد واحد ساعة على الأقل، ولا هادي على ما يسالي الشقا ديالو داكشي. ولا بالليل يدير واحد حتى الصباح ويدوش، هي يعني ما تأثرش لك على الشعر ديالك من غير اللي فيه كان عنده الحساسية من شوف حالك داك صافي. من كتسالي كديري بحال هكا الفروة الراس بحال كتماصي باش كيتجانس لك في الراس ديالك، وكتحل بحال هكا حتى الدورة الدموية ديال الراس ديالك كدور بحال شي ماساج بحال هكا صافي. ملي كتطالعها مزيان بحال هكا صافي كتجمعي الشعر ديالك، وكنت بغيتي تلوي داك شي زيف ولا شي بلاستيك ديال الدوش ولا شي حاجه بوني ديال الدوش كديريه، ولا ما بغيتي صافي كتجمعيه وكتقضي الشغل ديالك، ولا كتخليك جالسه تصبري واحد نص ساعه ولا ساعه على روب ولا ساعه الوقت اللي بغيتي مهم وتدخل الدوش. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويكون فدتكم شي حاجه. كيف ما قلت لكم هذه زعما كاين انا كنت خديتها ديال فارماسيين بيتين درهم، و وجاتني غالي عليا بزاف مقاصحها، كل 15 يوم خاصني نشري وحده باش كنرشها مره في الصباح مره في الليل بزاف عليا. عوض هذيك هاد الرشاشه ديال الفارماسي معوضتها بهاد الوصفه هذه ديال القرنفل والسينور، وافقتني بزاف نضت لي الخفه كما كتلاحظوا هنايا، بقى شعري كيطيح كيف الاول. ونتمنى حتى نتوما تجربوها وتنال اعجابكم، الله يسهل عليكم والله يوفقكم، وشكرا لكم بزاف والله يعاونكم نتوما وليداتكم، والله يسهل على كل وحده واحد اللي كيشوفني، الله يوفقكم ويسر لكم اموركم ويسهل عليا انا سيدي ربي ويعاونكم، واللي تمنى شي حاجه في حياته الله يرزقو بها، والله يسهل على الوليدات كاملين يا ربي. وما تنساوش تدعموني بلي لايك وابوني، واللي جديد في القناة ديالي فعل الجرس ويدير ابوني، وان شاء الله نستناو فيديو اخر ان شاء الله جديد، وخليتكم على خير. نوصي عندي مشاغبة كتمشي كتدخل لي المهم تهلاو خليت لكم الراحه.